نبي نسأل أكيد اليوم الدمية الواحدة تاخذ منك وقت، وكل واحدة وقتها غير عن الثاني بحسب تفاصيلها وحجمها. خلينا نقول من إلى الفترة الزمنية اللي تاخذها منك الدمية الواحدة؟ هو طبعا يعتمد على التفاصيل غير الحجم، وغير هم اذا كان انا اعتمد طبعا الناس تطلب مني عن طريق انه يكون طلب شخصي يدزون صورهم، فيعتمد على هم التفاصيل. يعني انا اقول هذه الحين الاستاذه هذه الشجره اللي قدامنا الطويله كثير طولتي هذه تشوف مع انها يعني اكبر من الاحجام الصغيره، اخذت معي يومين ثلاث ايام بالكثير. اقل من هذيلاك. اي الصغيره اسبوع. انا ملاحظ الان الشعر يعني مثل الدمى بقيه، تحسين كانه يعني خيوط. صح. ما جربتي ان تستخدمين شعر طبيعي؟ استخدم اللي هو يعطيك الملمس الطبيعي، بس طبعا مو طبيعي مخلوط. اي يكون يعني. ليش ما تستخدمون الشعر الطبيعي؟ الشعر اللي خلينا نقول مثل بواريك البنات اللي يستخدمونه، خلينا نقول استخدمه بس على حسب طلب او على حسب شخصيه. يعني انا مثلا في شخصيات انا متعمده اطلعها تكون شكلها لعبه او تحس ملمس الشعر يعني يبين فيك. أي. بس في شخصيات اسويها الشعر كأنه شعر. بس لا ما بيخرع الناس مو شعر. بس يكون مكلف صح؟ اي مكلف اكيد، فهني السعر يختلف على الطلب، فانواع واشكال. اسعارهم تتراوح ايش كثر؟ انا طبعا مساويه اسعار يعني حق في متناول الجميع. تبدي اسعاري من احجام الميداليه اللي تتعلق بالسياره تقريبا من 30 35، تي معاها ستاند اكريليك انا اسويهم بعد. ممتاز. للاحجام العاديه اللي تقريبا اطول من هذول بشوي، ابتداء من 50 دينار. يعني يكون متناول الجميع، اما الكبار واللي تكون اعرضها بالمعارض هذه اسعار تكون غاليه لان فيها الاستخدام حق الماتيريال تختلف. صحيح، تحتاجين المهاره اليدويه برسم العيون وكذا، كانك انت رسامه الان. صح، كل شيء. انا حتى الماده الخامه اللي استخدمها حق الراس هي خامه الكانفاس اللي مات اللوحات، عشان اقدر استخدم الالوان. صحيح. والرسم. أها.